بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم راح نتكلم عن برنامج الجيمب، راح نستخدمه باللغه العربيه نكمل الدروس اللي قبل. دروس قبل كانت بالانجليزي عفوا، الحين راح نتكلم باللغه العربيه عشان الجميع يفهم الدرس ببساطه. تمام، درس اليوم هو كيف نسوي طارز اللي فوق هذا اللي موجود برامج انستغرام او احسن من هذا. تمام، في اكثر من طريقه وسهله جدا، مجرد ضغطات بسيطه ترى تسوي الشكل هذا واحسن. طبعا انا متاكد انه في ناس ذوقهم احسن من بالاطارات، تمام، او التصميم بشكل عام. خلونا الحين نبدا ونشوف شلون الطريقه نسوي طارات زي هذه. تمام، طبعا شغلانه بسيطه زي ما قلت لكم، تحتاج تمرس فقط. تمام، طيب خلونا نتراجع عن كل الاشياء اللي سويتها. اوكي، هذه الصوره الافتراضيه. طبعا الطريقه هي ان نستخدم اداه القناع اننا ترسم لنا هي الاطارات. الان نسوي اطار، مثلا نحدد المنطقه اللي حابين نسوي فيها اطار عن طريق اختيار التحديد من هنا، ثم نجي نضغط على تحديد طبعا بالفار، وتبت الضغط بالزر اليسار تحدد. اوكي، بالشكل هذا. طبعا انا ابي يكون اكبر من هذا شوي الاطار، ممكن اننا نزيد الحجم طبعا بغض النظر عن الدقه، قد يكون ما في دقه شوي. الان نضغط على اداه الاقناع موجوده هنا، اذا كنت تستخدم انجليزي اضغط هنا، او ممكن تضغط على شيفت مع حرف كيو تحدد لك الاطار بالشكل هذا. طيب، بعد تحديد الاطار او المنطقه هذه القناع هي اللي راح نسوي فيها الاكشن كله هذه. طيب، نضغط على مرشحات اللي هي فلاتر، ثم نروح لما مثلا تمويه، لا ابي ضجيج شغله زي هذه ضجه، لا ان التربيات تضيع لي تحريف. ثم نروح الى دوامه وقرصنه، نختار الشكل النبي. طبعا الشكل عندك ميزان هنا تلعب على راحتك بالشكل زي ما تشايف، كل ما تزيد من هذا يزيد عندك اللي هو دوران الشكل. لاحظ طيب، خلونا نسوي شكل قريب من اللي تو فوق. طيب تقريبا هذا هو. اي اوكي، نضغط على نعم، انتهى. الان سوالنا الاطار. اللي عليك تسوي الحين تضغط على اداه القناع مره ثانيه، او تضغط على شيفت كيو، تمام، بحيث انك تلغي اداه القناع. اما تضغط هنا او تضغط شيفت كيو، اضغط على المنطقه هذه بحيث انه يبين لك التحديد. الان اللي محدد لك المنطقه هذه، ماشي، هذه هي المنطقه المحدده لك. اللي عليك تسوي انك تعكس التحديد بحيث انك تحدد المكان هذا. نضغط على تحديد اعكس، ثم على كنترول اكس، او عن طريق تحرير قص، ماشي. الان قصينا المنطقه، طلع باللون الاسود. ليش؟ عشان اللون هذا عندنا وراء اسود، نقلب الالوان هذه من هنا عشان يصير اللون اللي وراء ابيض. اوكي، نضغط على كنترول شيفت اي بحيث ان نلغي التحديد. زي ما انتم شايفين طلع عندنا الشكل هذا. لو سوينا كنترول زد علشان نسوي تراجع يرجع التظليل، ونرجع نسوي تحديد اعكس عشان نعكس نحدد المنطقه هذه. ليش؟ عشان المنطقه هذه حابين نسوي فيها شغلات كثيره. تمام، طيب نضغط على كنترول سي عشان ننسخ الشكل هذا. اوكي، ومن كنترول في علشان نلصقه. بعد اللصق يظهر لك انه تم اللصق هنا، اضغط على علامه الزايد هذه. الان المنطقه او الخلفيه اللي موجوده ورا هذه البيضه ما نبيها، اللي كانت موجوده نضغط عليها، ثم نضغط على علامه المسح هذه. اوكي، مسحناها. الان ممكن تحط خلفيه باللون اللي تبي، نضغط على انشاء، نعم، اضفنا طبقه، نسحب الطبقه تحت، نجي نختار لون الطبقه اللي نبي يكون ابيض مثلا من هنا. الان حط عندنا ابيض، نجي احنا نضغط على مرشحات، ثم ضوء وظل، دروب شادو علشان نسوي ظل، نشيل علامه توتري سايز عشان ما يطلع عندنا مساحه زياده، نضغط على نعم. اوكي، عفوا هنا راح نطبق الفلتر، لا تنسى تضغط على الطبقه ثم تطبق الفلتر. نعيدها من جديد، نضغط هنا ثم مرشحات ضوء وظل دروب شادو، تاكد انك شايل هذه. طبعا انا احب 5، ممكن تزيد 15 لان كل ما زدت يزيد تمدد الظل. اوكي، ظهر عندنا الشكل هذا. الان اللي عليك تسوي انك تحفظ الصوره عن طريق ملف احفظ باسم، وتختار اسم الملف اللي تبي والى اخره. هذه واحده من الطرق. نظره سريعه وبسرعه كيف نسوي شكل ثاني. نسوي تراجع الحين، اوكي، الى المنطقه هذه، ثم بدل ما ان نختار مرشح اللي قبل شوي ممكن نختار الى مرشح ثاني اللي هو تحريف ما عمر جرب ستائر، شو بصير شكل الستائر؟ لا 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 مقيس. تمام، مرشحات، خلينا نجرب تحريف تموج. زي ما انتم شايفين عندنا الموج هذا، ممكن اننا نعدل اشكال الامواج زي ما انتم شايفين من هنا، ممكن تصير من هنا او هنا وكذا، يعني ممكن نلعب على راحتنا. طيب، ممكن نختار عمودي بحيث انه يكون موجود فوق بشكل ستاره. تمام، زي ما انتم شايفين ممكن نختار ايضا الشكل هذا، ممكن انك تزيد من هنا. نعم، الان ظهر عندنا الشكل ذا. اللي عليك تسوي انك تعيد الحركه مره ثانيه،
تقلب التحديد عن طريق تحديد اعكس بعد العكس نضغط على كنترول اكس ظهر عندنا الشكل اللي نبي. لا تنسى انه الأداة هذه مهمة اللي هنا تمام قلبنا طبعا عندنا الشكل اللي نبي نسوي عكس التحديد ننسخ الشكل ننصقه من جديد نضيف من هنا نقوم ونشيل الخلفية اللي كانت موجودة وراء هذا الشكل اللي عندنا. إذا حاب إنك تضيف له والله حاجة ثانية زي مثلا مرشحات سوبر نوفا أعتقد إنها حلوة أيوه ممكن تضيفها هنا تمام نعم أي أوكي خلصنا. هذا درس اليوم استفدنا وعرفنا طريقة عمل إطارات من خلال القناع شبيهة برنامج الإنستغرام ممكن تسوي لك أشكالك أو أحسن من أشكال هذه تمام. اللي طبق وحاب إنه يضيف تطبيقه يحطه تحت بس عشان نشوف شغله وفنه الجميل. يلا نشوفكم إن شاء الله في الدرس الجاي في معنى الله.